محسوبين ما بين البلايد ما جيناش مصفوط يا صحاب ستيل ولا كواناش بنات الليل سمحي لي يا قاطعتك. السلام عليكم لي زامي، كما كتشوفوا توصلنا بانفيتاسيون ديال لافون بروميير ديال الفيلم ديال نبيل عيوش اللي سميتو علي صوتك من الانتاج ديال عليان برودكسيون. هذا الفيلم هذا كيدوي على الراب كما شفتوا كاملين في التيزر. غنمشيو للميغاراما غادي نحاولوا نشوفوا الاجواء تما كيدايره ونقربوكم منها. يلا معنا باش نشوفوا شنو كاين. معروف باوس ارتيستي بوب من 2003 وفونداتور ديال البروغرام بوزيتيف سكول. بوزيتيف سكول هو واحد البروغرام ديال لابرونتيساج ولا براتيك ديال لي ديفيرونز اليمون د لا كولتور اي بوب، الراب، دانس، الجرافيتي، دي جي، البيت بوكس. هذا البروجي بديتو في كازا في واحد المركز سميتو لي زيتوال ديال سيدي مومن في الكارتي ديال سيدي مومن. اي هذا البروجي هو اللي تانسبيرات منه ليستوار ديال الفيلم. كنشوف في الفيلم واحد البروف اللي جا دار واحد الكلاس ديال الهيب هوب في واحد السونتر باش يبارطاجي مع الدراري داكشي اللي كيعرف على ليستوار ديال لا كولتور هيب هوب، على علاش تزادت لا كولتور هيب هوب، الظروف اللي تخلقات فيها، وشنو هما لي فغي فالور اللي كاينين ولا فورس اللي كتشكل هاد الثقافة هادي. وهاد الحوايج كانوا أساسيين باش الدراري يتعلموا كيفاش يعبروا على راسهم، شنو هو الهيب هوب، شنو اللي جابني الهيب هوب، وكيفاش نقدر نعبر على راسي ونوصل الصوت ديالي. والفيلم كيبين حتى لي زوبستاكل اللي كيتعرض لهم واحد الارتيست ولا واحد البنت ولا واحد الدري اللي جاي من واحد الوسط الشعبي وباغي يوصل بواحد الحاجه اللي مختلفه واحد شويه، دونك كيلقى بزاف الصعوبات بزاف العراقيل. ابخي الحاجه اللي زوينه في هذا الفيلم ان الممثلين اللي فيه ماشي ممثلين بروفيسيونيل محترفين، هما دراري عاديين ولاد الشعب وبنات الشعب عايشين في احياء شعبيه. كانت كتعجبهم الموسيقى، كيعجبهم الراب، وكانوا عندهم دي ميساج باغيين يوصلوهم. المهم الخدمه لا بيرسيفيرونس، تلاقاو مع ناس اللي تانسبيراو انسبيراتهم الخدمه ديالهم بحال نبيل اللي دار عليهم فيلم وقدر يوصل الصوت ديالهم اليوم لبزاف ديال البلايص. دونك هذا اكزامبل كبير، كنتمنى ان كاع الدراري والبنات اللي تا هما جاو تفرجوا في هذا الفيلم وتيدونتيفيو فينا وفي هاد لي جون يتيقوا في راسهم ويتقاتلوا ويامنوا بداكشي اللي تايديروا وغيوصلوا. هذا هو الميساج الكبير ديال الفيلم. ما عجبنيش الحال، علاه باغي نمشي في حالي، ما بغيتش نريسكي بروحي ونحرق اللي طالي، بغيت نبقى في بلادي وندير كاع داكشي اللي في بالي. شكون حنا؟ كانت لامبروفيزاسيون، حيت هذا الفيلم هذا هو فيلم على حرية التعبير، وباش تكون عندك حرية التعبير أكثر كان خاصك تامبروفيزي، تكون عندك الموضوع، عندك الفكرة، ولكن أنت تستعمل الكلمات ديالك، كتستعمل الطريقة الخاصة ديالك أون كو أرتيست ولا رابور، بون كتعبر على راسك وكتستمتع بحرية التعبير حتى وسط التورناج، حتى وسط لي سيكونس. دونك هذاك الشيء ما كانش مكتوب، شي واحد كيكتب لك شنو غتقول، هادو كانوا الكلمات ديالك أنت اللي جايين من عندك. سي لا أو جي أبخي كون جيتي كامان مو أوسي دون أن سون كوم سولي لا أميمي أمري كونسيلي أفيك موا ميم. Donc, je sais à quel point l'émotion peut être belle et peut être forte pour un gamin de voir changer le cours de sa vie grâce à des lieux comme ça.
قيدنا غير هذا المركز ديال الفن جات لي الهيب هوب فرنسا حتى هو بحال بحال مشات شي ولدي عيني في القمر دموع رات قدا وخلوني لولي تسطور الرباكي ام ليفل لولي اي حاجه كتلهينا على ذكر الله فهي حرام ما كاينش اللي يقول اليوم امينه ما خصناش راه بور حاجه واحده انا كنعرف ندير وغنشري وش عليها وشنو تيهمك